يطرد إذن. والغرافة هو الآخر بعشرة لاعبين في مباراة. أعتقد بيكون عليها عقوبة، بيكون عليها عقوبة صارمة، بيكون عليها عقوبة صارمة يا نيني، بيكون عليها عقوبة صارمة. شاهد شاهد الحين تدخل حتي خرج معركة في ملعب المباراة. هذا ما يحدث في ملعب المباراة في كأس نجوم قطر. بكل أسف بكل حزن ما حدث من نينيه للأمانة يستحق عليه الإيقاف ويستحق عليه كذلك الكتف. شوف نينيه، شوف نينيه، شوف نينيه، شوف نينيه، شوف نينيه، شوف نينيه. هذا ما عمل. أعتقد بأن مراقب الحكام ومراقب المباراة بيكون له رأي، بيكون له رأي. لكن فهد جابر ما انتبه على اللقطة، ما أعتقد أنه انتبه على اللقطة الماضية. شوف ما الذي حدث بعد ذلك. هذه مو كرة قدم، هذه مش كرة قدم، ولا نتمنى